السوق العقاري الكندي والاقتصاد الكندي كان تقريبا في حالة انكماش وركود خلال الشهرين الماضية. تقريبا كل الناس كانوا في حالة ترقب إعلان البنك المركزي عن نسبة الفائدة الجديد. أخيرا البارحة أعلن البنك المركزي عن تثبيت نسبة الفائدة على 5%. 5% طبعا هذا سعر البنك المركزي، بس من أنت تريد تروح تاخذ قرض أكيد راح يكون أعلى، بين 6.5 إلى 7%. سبب التثبيت حسب البنك المركزي هو لأنه حصل انكماش اقتصادي في الربع الثاني من هذه السنة، GDP contraction. هذا الشيء دا يقرب كندا من الركود الاقتصادي اللي دا يحاول البنك المركزي أن يوصله، صار لأكثر من سنة دا يزيد بنسبة الفائدة، دا يحاول يوصل إلى ركود اقتصادي. ملاحظة الريسيشن أو الركود الاقتصادي من يصير عندنا 2 consecutive quarters of negative GDP growth، يعني تقريبا 6 شهور من الانكماش الاقتصادي. بما أنه بعدنا ما وصلنا لمرحلة الركود الاقتصادي المطلوب، فمن المحتمل أنه تصير عندنا زيادة أخرى في نسبة الفائدة خلال واحد من الإعلانين الجاية خلال هذه السنة. عندنا بعد إعلان في يوم 25 أكتوبر، والإعلان الأخير في هذه السنة هو يوم 6 ديسمبر 2023. المهم الاقتصاد في تباطؤ حاليا، ونقدر نقول بداية الركود الاقتصادي. وده نلاحظ من تصريحات البنك المركزي والمسؤولين أنهم يفضلون أن ندخل في الركود الاقتصادي على أنه يرجع التضخم بالارتفاع مرة ثانية. حاليا معدل التضخم ما وصل المعدلات المطلوبة من قبل البنك المركزي، يعني بعدها أسعار الأكل والخدمات ده ترتفع بمعدل أكثر من المعدل المطلوب. البنك المركزي الكندي والبنوك حول العالم عندهم تارجت للتضخم، يعني عندهم هدف للتضخم بنسبة 2% بالسنة، يعني هم ما يريدون الأسعار ترتفع أكثر من 2%. لكن حاليا مثل ما نشوف الأسعار ده ترتفع أكثر من 2% بالسنة، وهذا الشيء معناته أنه نسبة الفائدة الحالية هي باقية معنا الفترة أطول مما كنا نتخيلها. ذلك الناس اللي يفكرون أن يشترون عقار، أو الناس اللي عندهم موعد تجديد القرض قريب، لازم يحسبون حساباتهم على نسبة الفائدة الحالية. اليوم اللي ياخذ قرض من البنك معدل نسبة الفائدة تقريبا الثابت هو 6.5%، والمتغير هو يتجاوز 7%. أما البي لندرز نسبة الفائدة مالتهم هي 8.5% تقريبا، والبرايفت بين 9 إلى 10%، وأحيانا حتى أكثر. بالنسبة لسوق العقارات مجال اختصاصي، فمتعرف عليه في الخريف يتحرك السوق بشكل إيجابي، يسموه الفول ماركت. وحاليا مع تثبيت نسبة الفائدة أتوقع راح نشوف السوق يتحرك، نبدي نشوف عروض أكثر 100% في السوق، وراح نبدي نشوف أيضا بعض المشترين يتحركون لشراء البيوت، خصوصا الناس اللي عندهم كاش، اللي باعين بيتهم خارج كندا وحولوا فلوسهم لكندا، الجايين جديد ويريدون يسكنون أكيد أيضا، والشخص اللي مثلا يريد يكبر بيته، عنده سمي ديتاش يريد يحول على ديتاش بيت أكبر، أو الناس اللي دخلهم عالي ويريدون يسكنون، أو الناس اللي حولوا مكانهم انتقلوا بين مقاطعة إلى أخرى أو مدينة إلى أخرى حسب شغلهم. راح نشوف الناس اللي يريدون يبيعون بيتهم راح يعرضون بيتهم في الفترة الحالية. أيضا عندنا inventory باقية من أغسطس وجولاي، بعدها موجودة لحد الآن من باعت، راح تنضاف عليها العروض الجاية، فراح نشوف كمية كبيرة من العروض في السوق. هذا الشيء طبعا ينطي خيار ممتاز للمشترين. أنا أعتبر السوق الحالي هو سوق مشترين 100%. السبب هو لأنه عندنا عروض كثيرة جدا مقارنة بنفس هذا الوقت من السنين السابقة، يعني عندنا active listings بين شقق وبيوت أكثر من المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت كل سنة. خلال حديثي اليومي مع الناس أشوف أنه كثير من الناس راح يعرضون بيوتهم خلال فترة قريبة جدا، لأنه بدأت تأثر عليهم الدفعات الشهرية العالية، خصوصا اللي عنده مثلا بيتين، بيت هو ساكن بيه والبيت الثاني خال استثمار يعني مأجرة، لكنه الإيجار ما يغطي للدفعات مالته، وحاليا بدأ يدفع من جيبه مبالغ كبيرة جدا، ليشوف أنه إذا احتفظ بهذا البيت الزيادة اللي راح تصير بسعر البيت ما راح تغطي له الفوائد اللي ده يدفعها للبنك خلال الفترة الحالية. فمثل ذول الناس نشوفهم راح يعرضون بيوتهم للبيع ويكونون دائما متساهلين بالأسعار، هذا الشيء يشكل فرصة كبيرة للمشترين. نصيحتي للمشترين هو أن تحسبون حساباتكم بشكل دقيق جدا، تحسبون حساباتكم على نسبة الفائدة العالية الحالية، بعد تكون قادر أن تدفع الدفعات الشهرية بدون أي مشاكل لفترات طويلة، لكن لا تخلي أحد يورطك أنه تشتري سواء كان بيت جاهز أو بيت بري كونستراكشنز قيد الإنشاء على أساس أنه اليوم تحصل سعر جيد
ونسبة الفائدة ممكن تنزل بعد شهر أو شهرين. هذه النظرية أنا أشوفها غير صحيحة، وما أعرف إذا نسبة الفائدة راح تنزل في أي وقت قريب، لذلك يجب أنه ما تتخذ مثل هذه الخطوات وتخوض مثل هذه المغامرات. إذا ما عندك القدرة الشرائية أن تدفع دفعة مقدمة عالية وأن تغطي دفعاتك الشهرية لفترات طويلة على اعتبار أنه نسبة الفائدة ممكن تبقى بهاي المستويات العالية لفترات طويلة، لا تتورط ولا تشتري، لأن بهاي الحالة أنت راح تنتهي كأنه أنت مستأجر من البنك وتدفع أكثر من الإيجار الطبيعي اللي أنت تدفعه للبيت اللي أنت ساكن به. أما بالنسبة للبائعين فهم أكثر الناس اللي يتصلون علي بالوقت الحالي. جوابي لكم هو إذا أنت دفعتك الشهرية صارت عالية جدا إلى درجة أنه مأثر عليك ومأثر على نفسيتك ومدى تقدر تنام بالليل، فأنا دائما وجهة نظري أنه أخسر مبلغ قليل اليوم أحسن ما أخسر مبلغ كبير إذا أبقي هذا البيت لفترة طويلة، خصوصا إذا كان بيت استثماري يعني مستأجر وإجاره قليل والبيت مدى يرتفع بنفس المعدل اللي تدفعه فوائد. بهذه الحالة ممكن تبيعه وتطوي هاي الصفحة من حياتك وينتهي الموضوع. لكن إذا كان هذا البيت أنت ساكن به فبهذه الحالة يفضل أنه تبقيه، لأنه الإجارات أيضا عالية، فيفضل أنه تبقى بيه وتحاول أن تتحمل. على المدى البعيد البيوت راح ترتفع، مهما كانت خسارتك اليوم راح تتعوض، لكن تحتاج وقت، احتمال 3 سنوات، احتمال 5 سنوات. بالنتيجة السعر العالي اللي دفعته قبل سنة من اليوم أو قبل سنتين من اليوم هو راح يرجع، بس يحتاج وقت حتى يوصل لهذا الرقم مرة ثانية، وخصوصا إذا استمرت معدلات المهاجرين بالشكل الحالي. السنة الفاتت دخلوا أكثر من 1 مليون شخص إلى كندا، وحاليا الهدف مالتهم أنه يستمرون بهذه المعدلات، وكذلك بسبب نسبة الفائدة العالية انخفاض تصاريح البناء والكثير من الشركات عطلت مشاريعها، فمعناتها راح يصير طلب على الوحدات السكنية. لذلك إذا أنت تملك بيت اليوم وعندك القدرة أن تدفع الدفعات الشهرية لا تقلق بخصوص سعره اليوم، لأنه بالنتيجة هو راح يصعد. مثل ما نعرف التضخم مستمر، لذلك هي البيوت راح تصعد بشكل تلقائي سواء نقبل أو ما نقبل، لازم ترتفع أسعار العقارات على المدى البعيد. مكتبي في مركز مدينة مسيساغا مقابل سكوير وان مول، هوم اند بزنس ريالتي. إذا محتاجين أي مساعدة، استشارة، تقييم مجاني بالتأكيد، أي شيء في مجال العقارات، تفكر تبيع، تشتري، تستثمر، أو محتاج إدارة عقارات، ممكن تواصلوا ويانا بشكل مباشر، أنا وفريقي في خدمتكم. عندنا One Stop Shop، خدمة متكاملة من الألف إلى الياء. تحياتي وتقديري للجميع.